اختتمت القمة العربية الـ30 أعمالها في تونس، واللي أقيمت امبارح بحضور لفيف من أمراء ووزراء وملوك ورؤساء الدول العربية. القمة اللي اعتذر عنها عبد الفتاح السيسي في البداية، زي ما جه في بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التونسية، وقال نصا عبد الفتاح السيسي مش هيقدر يحضر لظروف خاصة. فجأة امبارح الصبح اكتشفنا ان عبد الفتاح السيسي قرر مرة واحدة ان هو هيروح ويحضر القمة عشان يرحب بيه السبسي الرئيس التونسي بكلمات من شعر حافظ ابراهيم في حب مصر. خلينا كده نشوف السبسي كيف رحب بالسفاح عبد الفتاح السيسي على ارض تونس. والان اريد ان اعطي الكلمه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل ذلك اريد ان اتوجه بتحيه الى الشعب المصري الابي، واذكر بالبيت الخالد الذي قاله حافظ ابراهيم في شعره العظيم: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إذن على الرغم من الرفض الشعبي التونسي لوجود عبد الفتاح السيسي السفاح، زي ما شفنا في كلمة النائب عماد الدائمي واللي رفض وجود عبد الفتاح السيسي على أرض تونس، أيضا مجموعة من النشطاء التونسيين امبارح غردوا معترضين على تواجد السفاح عبد الفتاح السيسي على أرض تونس. عبد الفتاح السيسي واللي في كلمته كالعادة لابد يستحضر الإرهاب، يستحضر أيضا تجديد الحوار الديني. عبد الفتاح السيسي في كلمته في القمة العربية امبارح اتكلم عن ثلاث حاجات. الحاجة الأولى، قال السيسي لا بديل عن تحقيق التسوية في اليمن وسوريا. قال أيضا الإرهاب يهدد استقرار الدولة الوطنية. أخيرا عبد الفتاح السيسي وكالعادة مهموم جدا بالخطاب الديني، لأن هو شايف كالعادة أن الإسلام والدين هو سبب الإرهاب. عبد الفتاح السيسي بيقول تجديد الخطاب الديني بات أمرا ملحا. إذن عبد الفتاح السيسي كالعادة بيتكلم في أمور الدين، بيتكلم عن الإرهاب، الشماعة اللي بيستحضرها عبد الفتاح السيسي من أول ما جه ومن أول ما تولى أيضا رئاسة مصر على ظهر الدبابة. موضوع جديد بدأ يتكلم عنه عبد الفتاح السيسي بواقع إن هو موجود في القمة العربية، وهو موضوع سوريا واليمن واللي حلفائه سواء السعودية أو الإمارات هم سبب المذبحة وسبب الكارثة اللي بتحصل في اليمن، وكذلك أيضا حلفاء عبد الفتاح السيسي من أمريكان ويهود هم سبب ما يحدث في سوريا، وإن كان عبد الفتاح السيسي أصلا ما زال بينظر للأسد على أنه صاحب حق. خليني كده أعرض لحضراتكم ما أسفرت عنه هذه القمة، واللي لأول مرة في التاريخ بتحقق ما يسمى بالحلم العربي. طول عمرنا نسمع عن الحلم العربي، طول عمرنا نسمع أن الشعوب العربية والرؤساء العربية نفسها تحقق الحلم العربي. أول مرة نشوف الحلم العربي يتحقق في القمة العربية امبارح في تونس، واكتشفنا ان الحلم اصلا كان معناه ان هم كلهم هيناموا بالشكل ده ويحلموا حلم جماعي. ده النتائج او دي النتيجة اللي اسفرت عنها القمة العربية الـ30 المنعقدة امبارح في العاصمة التونسية. حلم واحد جمع كل الرؤساء، يا عيني البهوات مش عارفين يرتاحوا في بلادهم، واحد عنده انقلاب، واحد عنده احتلال، واحد عنده مذابح، واحد بيحارب في اليمن، وواحد محتل، وواحد بلده فيها مجاعات، فمش عارفين يرتاحوا في بلادهم، فجم في تونس وناموا وارتاحوا وخدوا راحتهم. هاشتاج القمة العربية يتصدر الترند على مدار اليومين اللي فاتوا بعد التدوينات تجاوز 600 ألف تدوينة. بعض من هذه التدوينات واللي بتتكلم بطبيعة الحال عن ما أسفرت عنه هذه القمة العربية، خديجة بن قنا بتقول اختلف العرب في تونس على اسم الدولة القادمة التي تحتضن قمتهم فقرروا تأجيل الموضوع. بتقول ترى والله إنه أكبر إنجاز يتحقق للعرب منذ 1945 وإكرام الميت دفنه، أما لو بقى حي فلن نستغرب انعقاد القمة أو قمم قادمة في تل أبيب. هاشتاج القمة العربية تونس، هاشتاج
القمة العربية تونس 2019. أيضا تحت نفس الموضوع أنية بتقول القمة العربية 2019 بتونس بعنوان تيتي تيتي زي ما روحتي زي ما جيتي، وهاشتاج القمة العربية. تدوينة تحت نفس الموضوع أيضا من سينيو بيقول القمة العربية، هاشتاج القمة العربية، وناشر نفس الصور للزعماء رئيس فلسطين ورئيس الكويت ومجموعة من الرؤساء، وبيقول الصورة التي زعزعت أركان الكيان الصهيوني في قمة الجامعة العربية. إذن هذا هذه هي الصورة التي خرجت عن قمة الدول العربية وقمة الرؤساء والملوك العرب فقط، الجميع نيام، الجميع يغطوا غطيطا في النوم. أما بخصوص البيان أو بيان القمة العربية فمن حسن الطالع أنه صدر في الأول من إبريل كي يقال عنه أنه كذبت إبريل لهذا العام.